الرحمن الرحيم فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله أحسن الجزاء সুন্দর কোরআন তেলাওয়াত করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এরপরে জানো কি অথবা এটা পুরোটাই